حول حصول المصريين في الخارج على الحق في المشاركة في الانتخابات في مصر لأول مرة، كان لنا هذا اللقاء مع رئيس تحالف المصريين الأمريكيين للتعرف منه على الصعوبات التي واجهت المصريين حتى حصلوا على هذا الحق، وما هي رؤيتهم للمستقبل كممثلين لقطاع من المصريين في أمريكا. وطلبنا في البداية أن يعرف نفسه ويعطينا ملخص عن جهودهم كمصريين في الخارج وكمصريين أمريكيين حتى حصلوا على الحق للتصويت. أنا معين مختار، رئيس تحالف المصريين الأمريكيين من نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وحبتدي بهيستوري سريع عن موضوع الانتخابات، إن احنا في التحالف كنا من فترة ابتدينا نحارب في هذا الاتجاه، ووصلنا للحد ان احنا ادينا يعني توكيل للدكتور يحيى الجمل قبل الثورة بسنة عشان نرفع دعوة على رئيس مبارك اسم مخلوع ورئيس وزرائه. وطبعا نذكر من الايادي البيضاء للسفارة والقنصلية المصرية في نيويورك انها كانت يعني اعتبرتنا من الخونة عشان عملنا هذا الكلام، وحاول القنصل انه يثنينا عن عزمنا بشتى الطرق الظريفة والغير ظريفة، انما احنا صممنا وعملنا التوكيلات وابتدينا في اتجاه ان احنا نقاضي رئيس المخلوع ورئيس وزرائه. وفي نفس الوقت احنا عملنا حاجة تانية، وهي ان احنا بعد الثورة استمرينا في هذا النضال، وبعدين يعني اعلاميا وسياسيا، وحاولنا بالحسنى ان احنا نتفاهم مع اولي الامر. وهم يعني كنا متصورين ان مدام الدكتور يحيى الجمل اللي هو كان المحامي بتاعنا في الفترة اللي فاتت اصبح نائب رئيس الوزراء ان الموضوع منتهي، وهو قال لنا الموضوع منتهي وصدقناه، وصدقنا رئيس الوزراء السيد عصام شرف، واكتشفنا ان رئيس الوزراء والسيد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل الاثنين ليس بيدهما الامر، وان الموضوع تماما 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 في ايد المجلس العسكري، وان الوزارة دي بحالها رغم تعاطفنا الشديد معانا واللي احنا كنا مقدرينه جدا وكنا متصورين ان ده نهاية الامر، ان ليس بيدها شيء. ولم استطع ان افوت الفرصة قبل ان اسأله: ما هي العقبات التي وضعتها القنصلية المصرية في نيويورك امامكم قبل الثورة، وما هي الأنشطة التي تقوم بها القنصلية حاليا ولا ترضى عنها الجالية؟ بالنسبة بقى للحقيقة للخدمات اللي بتقدمها لنا القنصلية المصرية في نيويورك، الله يرحم أيام القناصل العظام اللي كانوا قبل كده، إنما يعني احنا شفنا القنصل اللي بيضع العراقيل في سبيل ان احنا كنا نسجل او نحط انا حقي ان انا اروح السفارة او القنصلية اعمل توكيل لاي مخلوق إن كان، مش من حق القنصل انه يعترض. كون انه مش عاجبه ان انا بعمل توكيل ضد مبارك ده موضوع يخصه هو، انما ليس من حقه انه يعترض. المضحك بقى ان نفس هذا القنصل اللي جه يدي محاضرة عن الثورة المصرية يعني بستغرب على التلون 180 درجة اللي بيحصل في هؤلاء الناس. واكثر من كده طبعا الطريقه الملتفه اللي بيحاول انه يعمل بيها دلوقتي مجموعه من المصريين يشكلوا رابطه او حاجه زي كده عشان يبقى هو كممثل للمخابرات المصريه يبقى موجود جواها ويبقى هو اللي متحكم فيها عشان يدي بونت للرؤساء في مصر اللي بيشوفوا انا ايه يعني سجلت لكم الناس اللي في مصر هيبقوا تبعنا وهيبقوا متعاونين معانا. هذا الكلام لن يصلح ابدا، وسيفشل هذه المؤامره الجديده. والمصريين في نيويورك واضح لهم وعارفين الاسامي بالواحد مين المتعاون مع الفلول ومع النظام السابق ومع القنصل اللي هو من النظام السابق واللي احنا بنطالب ان احنا يمشي هو والسفير اللي موجود في واشنطن دي سي. الاثنين دول ضروري يمشوا، دول من بقايا النظام السابق وسجلاتهم معروفة، واللي عاوز ممكن نديله الكثير في هذا الموضوع. وماذا كان موقف تحالف المصريين الأمريكيين بعد عجز حكومة عصام شرف عن مساعدتكم في الحصول على الحق في التصويت في الانتخابات في مصر؟ فابتدينا نتوجه للمجلس العسكري نقول له احنا عايزين حقنا الدستوري، فاكتشفنا ان هناك
عراقيل بتوضع انتوا لكم هذا الحق الدستوري، بس في نفس الوقت والله احنا متاسفين ما نقدرش نحط قاضي على كل صندوق، ما نقدرش نامن الصناديق وهي جايه، والموضوع هيكلف 800 مليون دولار، معرفش 800 مليون دولار دي جت من انهي مكان يعني. فاحنا برضو عشان نقفل الطرق عرضنا عليهم ان احنا ادونا المشاكل، ما تبقوش انتوا يعني احذفوا المشكله في حجرنا، قولوا لنا المشاكل القانونيه كذا والدستوريه كذا والاقتصاديه كذا والاجرائيه كذا والاداريه كذا، ولو ما لقينا لكمش حل لكل هذا الكلام يبقى المشكله مشكلتنا. هل وافق المجلس العسكري في مصر على ممارسه حقوق الدستوري في الانتخاب؟ بس هم طبعا رفضوا رافضين هذا الموضوع، الى ان طبعا اضطروا مرغمين انهم يفقوا لما صدر الحكم لصالحنا ان احنا من حقنا ان احنا نصوت في الانتخابات. هنا الترزية نفسهم اللي كانوا بيقولوا قبل كده مش ممكن ان نحط الانصل، هم نفسهم اللي اقترحوا ان الانصل ممكن يحل، الانصل والسفير ممكن يحل محل القاضي، واتوجدت بسرعة الآليات اللي تساعد المصريين شكلا ظاهرا على الانتخاب، انما في نفس الوقت وضعت عراقيل اخرى في طريقنا، عراقيل كثيره جدا. يعني احنا مثلا قالوا لنا والله ما عندناش قاعده بيانات، لقينا لهم حل مشكله قاعده البيانات، لان احنا اكتشفنا عن طريق 2 مصريين في مصر شباب من اللي هم يعني يحيى العطفي وجمال بطاس، اكتشفوا ان هناك قاعدة بيانات من 130 مليون اسم، لهم 130 مليون رقم قومي، كل مصري بيتولد بيتعمل له رقم قومي اوتوماتيك طالما طلعت له شهادة ميلاد. فالراجل لقى وسيلة بسيطة جدا، ربط جواز السفر القديم او الجديد او حتى اللي مش مجدد بقاعدة البيانات، اصبح ان كل من له جواز سفر عنده رقم قومي. طبعا احنا اجتمعنا للعلم 6 أو 7 ساعات باللجنة العليا، اللجنة الدستورية العليا ومعها اللجنة العليا للانتخابات، وهم 6 وزراء زائد المستشار اللي هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وجابوا المستشارين بتوع الالكترونيكس والاي تي، وجبنا الشباب بتوعنا وقعدوا يتناقشوا 6-7 ساعات، واسقط في يد الجميع، لان كان الجميع الخانات مسدده. وفي ذلك اليوم كان الكلام ده بعد صدور الحكم لصالحنا، وضعنا مسوده قانون او تعديل الماده 39 من قانون الانتخابات. تصورنا ان الموضوع انتهى عند هذا الحد، اكتشفنا ان لا، برضو كل اللي قاعدين دول ليس بيدهم الامر، وان الموضوع في يد المجلس العسكري. انتظرنا ان المجلس العسكري يوافق، المجلس العسكري قعد ما وافقش على. ما هي ابرز المشاكل التي واجهت المصريين الامريكيين في الاستعداد للانتخابات؟ طبعا زي ما احنا عارفين المشاكل اللي حصلت في التسجيل، ان كان مشكلة مثلا زي حكاية الكيبورد العربي والانجليزي، ان كل اللي عايشين في الغرب كان عندهم صعوبة انهم يطبعوا الحروف بالعربي، اقترحنا عليهم انهم يحطوا بس يعني الرسم كده بتاع الكيبورد العربي المقابل، وافقونا شفويا وما عملوهاش. كان في طبعا عارفين احنا المشاكل اللي حصلت في التسجيل، وان السايت كان بيقع كتير اخر 4 ايام، ناس كثيرين جدا ما عرفوش يسجلوا، لان كان في عدد اللي بيحاولوا يسجلوا كبير جدا. طبعا رفضوا بإباء وشمم انهم يمدوا الـ فترة التسجيل، برغم ان انا مش فاهم، حتى لو فرض ان هناك في كاتوف دي، لو فرض ان هم مثلا عايزين ياخدوا اللي سجلوا لغاية يوم اكس، لغاية يوم 19، طيب خد لغاية يوم 19 واستمر في التسجيل لغاية بعد يوم 19، لان في انتخابات تانية جاية بعد كده، ليه توقف الزخم ده الا اذا كنت مغرض؟ سؤال اخير، ما هو تقييمك للوضع حاليا بعد حصولكم على الحق في الانتخاب؟ وهل توجد لكم مطالب اخرى في المستقبل؟ أنا بقول أن الإرادة السياسية ما زالت غائبة، وأنا مش بس غائبة، لأن هناك إرادة سياسية عكسية، هناك إرادة سياسية عكسية بأن مش مرحب بالمصريين في الخارج أنهم يعني نساعدهم على
الحصول على حقهم بالدستور. والدليل على ذلك العراقيل المضحكة التي وضعت في العملية الانتخابية اللي شفناها كلنا، ان الايام في وسط الويك اند حتى في الشرق السعودية خميس وجمعة القنصليات قافلة، السفيرات بتحط عراقيل، يعني قدر من العراقيل المحطوطة وممنهجة ومدروسة خصيصا عشان حصولنا على هذا الحق. انما احنا بنقول مهما حصل هنستمر وبإصرار على ان احنا ناخد هذا الحق. مش بس كده، احنا لنا حق دستوري ان يبقى لنا ممثلين في البرلمان بحسب عددنا. لن نتنازل عن هذا الحق. يطلع عددنا 5 مليون، يطلع عددنا 500,000، يطلع عددنا 10 مليون، نسبتنا بالنسبة للهم حق التصويت بالضبط لا أقل ولا أكثر، حنجاهد وحنصمم وحنصل على هذا، حنحصل على هذا الحق مهما وضعت أمامنا من عراقيل. ودينا شفنا، احنا اتعلمنا قبل كده ان احنا بنطلب الطلب بذوق وبلطف وبأدب، بتقلينا لا اجل مفيش، بنصمم بنضغط بناخد حقنا، خلاص عرفنا الطريق مش هيكون ابدا الا بالضغط وبالمثابرة وبالجهاد وبكل الوسائل المشروعة والسلمية هنلجأ لها، ولن نتوانى ابدا عن الاستمرار في الجهاد في هذا الحق. تقرير خاص لبوابة الوفد الإلكتروني من نيويورك، أحمد فتحي.